السلام عليكم. من أعظم ما يميز عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أنها تعتمد في هذا الاعتقاد على نص القرآن ونص الحديث النبوي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا الذي كان عليه الصحابة، هذا الذي كان يلهج به الإمام أحمد رحمة الله عليه حينما ناظر المعتزلة في قولهم بانحرافاتهم الجهمية. ما بأدش بالتفاصيل، لكن كان يقول ايتوني بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أتجاوزها. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. من هذه الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، اعتمد على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الكتاب مقبولا ميسرا سهلا عند عامة المسلمين. نظروا في نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن التوحيد لا يخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا هو توحيد الربوبية، إثبات ما لله عز وجل معاني الربوبية من الملك والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، كما قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذه المعاني يثبتها عامة من في الأرض. فالرسل لماذا أرسلت إذا كانوا يثبتون مثل هذا؟ أرسلت للنوع الثاني الذي يقال عنه توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يتعلق بإخلاص العمل والعبادة لله عز وجل، لا يصرف إلا لله عز وجل. القسم الثالث يقال عنه توحيد الأسماء والصفات، وخلاصته الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته مما جاء في الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ومن غير تعطيل. تحريف يعني أحرف المعاني التي خوطبنا بها في الكتاب والسنة إلى معاني جديدة محدثة، كمن قال إن الاستواء هو الاستيلاء، هذا تحريف. ومن غير تمثيل ولا تكييف، لا نكيف هذه الصفات. والقاعدة في هذا الباب ما جاء عن الإمام مالك حينما سئل عن استواء الله عز وجل على العرش، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، كيفية ما نعلمها، لكن الاستواء معلوم الاستواء بلغة العرب. المهم كتاب محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كتاب التوحيد، كتاب عظيم لأنه مختصر ولأنه اعتمد على نصوص الكتاب والسنة، على خلاف أهل البدع الذين يعتمدون في الاعتقاد على الرأي والمنطق والعقل والقواعد الفلسفية المنطقية، ثم بعد ذلك يدخلون عليها نصوص الكتاب والسنة استئناسا، وإلا فإن الأصل عندهم تقديم النصوص العقلية المنطقية الفلسفية. أهل السنة لا، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا بنى كتابه الإمام محمد بن عبد الوهاب على نصوص الكتاب والسنة، فجاء سهلا مبسطا قويا في بابه، وينبغي مدارسته. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.